مشاهدي ام تي في، في اطار المرحله الثانيه من الانتخابات البلديه والاختياريه، يسرني ان استضيف في هذه الحلقه الدكتور جورج الرحباني المرشح على لائحه سوا للشوير وعين السندياني. دكتور اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. اذا بدك تعرف المشاهدين عموما وابناء قريتك خصوصا، من هي لائحه سوا؟ من تضم؟ أول شيء أنا بشكرك لاستقبالك ويعطيكم العافية. بعرف هالفترة كتير عم تستقبلوا ناس بخصوص الانتخابات البلدية، يعني أنا بقدر أختصر بس هاللائحة اللي سميناها سوا هي أبناء ضيعة، أصحاب اختصاص، شباب كبار وصغار وشابات طبعا، ده بس أقول شباب يعني في معنى العنصر الإناث أيضا، اجتمعنا وحطينا برنامج، فكرة، أفكار جديدة. سألنا الناس عن همومها، سألنا الناس ليش أنتوا بضيعة جبلية مثلا، شو بحاجة صيفا شو بحاجة شتاء، وقدرنا نركب نواة برنامج وبرمنا على الناس، واكتشفنا انه في شخص اسمه نعيم صوايا هو رئيس بلدية سابق ومقتدر ماديا، قال انه والله انا مستعد اتبنى لكم هذا البرنامج واذا انتم بتحطوا ايدكم بايدي. وكان شرطنا الاساسي انه ابناء العائلات يكونوا بالطبع ممثلين، ولكن مش بس الهم العائلات فقط، هم انه البلدة كيف بدنا ننقلها من مطرح ما وصلت، لانه ما بدنا كمان نلغي دور البلديات اللي سابقة، ولكن من مطرح ما وصلنا حابين نتقدم نحن ببلديتنا بافكار جديدة، افكار حيوية. مثلا اذا بتحب نبلش تغرب البرنامج، في عنا افكار حيوية مثل واي فاي، شبكة واي فاي تكون موجودة بالطبع بنقاط معينة بالبلدة. لو حتى هذيك مرات وقت انعمل معنا مقابلات من صحفيين قالوا يا ريت عنا شبكة واي فاي نعمل ابلود للاشياء للشغل اللي نحن عم نقدمه. بخصوص المولدات، نحن بتعرف كهربتنا صارت 24 على 24، شبكة المولدات اللي هي قدمت من خلال شركة خاصة لتصرف البلدية، أي موتور بحاجة لصيانة نحن كمان تكفلنا أنه رح يصير في صيانة لهالموتور أو شراء أو تجديد هذه الشبكات. قلنا أنه بدنا نرمم من المجلس البلدي، كل مرة نوصل على ضيعتنا ونشوف بيوت حلوة، بيوت أرميد وحجار، المجلس المبنى البلدي بحاجة لترميم وتوسيع. هلأ تم توسيعه لأنه كان في عنا مجموعة من الدفاع المدني موجودة بالمبنى، وسعونا غيروا نقطتهم، فنحن رح نحسن هذا المبنى، نجدده، نجهزه بأحسن التجهيزات يصير قادر يتقبل. الفكرة الجديدة كمان حابين نفوت فيها هي الإيمونيسيباليتي، انه امكانيه هالاشخاص بدل ما يعطلوا يوم يومين من حياتهم يطلعوا يجيبوا ورقه خاصه كرمال العمار او كرمال رخص بلديه متعلقه باقرب رخص، يقدر يعمل هذا الشيء من بيته، وبعدين حتى ممكن نبعث له اياها من خلال البوست. هالفكره الجديده الحيويه اللي ممكن اكثر من بلديات عم بيفكروا يطبقوا فيها. بخصوص النفايات يلي هي همنا وهم كل الناس، صرنا 7-8 شهور عم نعيش خضات بهالبلد. اول شيء نحن بدور شوير الناس صارت مهيئه للفرز، الفرز من المصدر من البيت، ولكن بينقصون هالمستوعبات، وين بدنا نحط هالزبالة نحن لما عم نكومها هالنفايات، بعتذر على الكلام. فهالنفايات في منها الصلب، في منها الكرتون، في منها البلاستيك، طب نحن عم تضيعونا وين بدكم نحطها؟ فنحن بارلل لهذا الموضوع رح نأمن مطرح للفرز مع مكبس، نقدر نبيع البلاستيك والكرتون اللي بيطلع من هالبلدية من هالزبالة من هالنفايات، ونقدر نبيعها وترجع على صندوق خاص ولكن تحت أمرة البلدية، تستفيد منه البلدية مثلا مشاريع التالي. نعم، كل اللوائح تضع مشاريع. نعم، بس بتعرف حضرتك في علاقة بين معرفة الشخص وقدرته على تنفيذ هذه المشاريع. صحيح. كيف يمكنك أن تقنع الناخب في الشوير بأنك أنت القادر على يعني تنفيذ ما تقوله؟ أنا الحلو أنه برح أقول مش أنا القادر، نحن القادرين. نعم طبعا، لأنه نحن مجموعة من 15 شاب وصبية برئاسة شخص اسمه نعيم صوايا، حب يقدم هدية. هالهدية رح تكون لأول سنة بكل هالتكاليف، هيدي الأشياء مثلا مثل الواي فاي، مثل المستوعبات للفرز، مثل تأمين الآليات والتجهيزات مثلا لجرف الثلج صيف وشتاء، إقامة مكتب خدماتي مثلا بالمناطق، لأنه هي كمان هي أول مرة نحن، إذا بس تعرف سوا لشوير وعين السندياني، في شوي منطقة عين السندياني قطعت بمرحلة شوي من تهميش، أو إذا بدك إنماء مش متوازي، ما بدي سمي تهميش حرام يعني شوي. فنحن رح نكون كل شيء عم يلعمل بالشوير وبعين السندياني، وبعين السندياني بشوير، من حراسة، من نقاط تنظيف، من حتى لم الزبالة بالوقت يكون سينكرونايز، ما يكون بس البلدية الشوير منبلش فيها قبل المناطق قبل عين السندياني. فإذا بدك نعم، رح لكم بصراحة، نحن لما حطينا إيدنا بإيد هالزلمة وقالنا أنه نحن أنا مستعد أقدم من نفقتي الخاصة، لأنه نحن نعرف العمل الإنمائي بده مال،
بلديتنا تقول لك انه قادرة تأمن كل هذا الشيء، هي بحاجة دائما لدعم. وهالزلم تكفل انه انا من اول سنة رح أمن هذا المبالغ اللي بحاجتها لهذه المشاريع، وحتى دخلها بالبروجرام بأول صفحة ومضي. فإذا بتسمح بس أقرأ: تأكيدا على حسن نيته ونضالا بمواجهة المال والسلطة، أتعهد، عم بيحكي عن حاله، بتغطية جميع المستحقات من نفقته الخاصة لصندوق البلدية فوز لائحة سوا للشوار وعن سندياني لتنفيذ هذه المشاريع الواردة أعلاه. إن العمل البلدي هو مجموعة وليس أفرادا، لذا من الضروري أن تفوز لائحة سوا للشوار وعن سندياني ليتثنى لمجلس البلد الجديد المتضامن إنجاز ما وعدكم به فوز انتخابنا بالانتخابات البلدية. ومضي يعني أكثر من هيك، لأنه نحن بالطبع كانوا في كتير ناس عم بيقولوا إنه كيف بتكون تأمنوا هالمصاري وهل هالشي مزبوط. فأنا بس حابب فرجيه للكاميرا إنه هيدا سجلناه عندكم للتاريخ، من هلأ لست سنين فيكم فيها الناس تحسبنا. وفينا أطلب من أهل ظهور الشوار وعن السندياني إنه هذا البرنامج هو برنامج فرصة من مطرح ما وصلنا نبلش وناخذ هالضيعة لنموذج نقضي فيه نحن وعيالنا وولادنا بالمستقبل، صيفا شتاء بوجود حديقة عامة مجهزة بألعاب صيفية وألعاب شتوية بمطرح نظيف، وأيضا بمطرح خالي من النظائر هذه. بدي كمان خبرك عن شغلة بس، لأنه في عنا منطقة كتير منحبها وغالية على قلبنا اسمها منطقة الغواب، يلي هي حابين نعملها نحن مثل مصيف أو منطقة الناس تعمل فيها جوجينج، بايسيكلز، تمشي، تعمل ريلاكس، تاخد بريك، تعمل بيكنيك صغيرة مع نقاط حراسة أيضا لنتأكد أنه ما يصير لا سمح الله حرائق، فالناس تهتم بطبيعتها. وهيدي المحمية مثل محميات موجودة بعدد من البلدية، بالإضافة إلى ترقيم شوارع الضيعة، لأنه في مرات كتير ناس تطلع بتزورنا من مختلف المناطق. لحد اليوم ما عنا أرقام شوارع موجودة بضيعتنا. فهذا البرنامج نحن وفي في في أفكار عديدة ما بدي فوت أنا بس بصفتك أستاذ جامعي دكتور. نعم. ما بتلاحظ كمان أنه يجب إلى أهمية أكبر للتربية للثقافة؟ بالطبع، وأنا بشكرك على السؤال، لأنه نحن ضمن التربية ذاكرين ضمن البرنامج برنامج المجموعة لفترة 6 سنين، نحن حابين نعمل ترخيص، هو في ترخيص متوفر لمعهد تقني، لأنه كمان عم نشوف حسب دراستنا نحن لما برمنا وشفنا statistics المنطقة شو بحاجة، هل هي بحاجة لمدارس خاصة ولا مدارس ثانوية؟ لأنه الحمد لله عنا مدرسة ثانوية ناجحة ودائما موجودة وبدعم، وبتعرف عنا وزير تربية نحن منحبه ومنعزه. فنحن حسينا أنه كمان في إمكانية نعمل معهد تقني، لأنه نحن بحاجة للمنطقة كتير، لما عم تكتر هالسكن والناس لما تضطر تتنقل على الساحل قادرة تبقى بالجبل وتاخد هالتعليم. فبالطبع التربية موجودة ببرنامجنا، ولأنه شيخ خصيتني فيها أنا بشكرك. بس برجع بقول في عنا أفكار تانية مثل للمهرجان المغتربين. أنت بتعرف ضيعتنا في مهرجان نعتز فيه وهيك مثل فخر لنا، مهرجان عيد المغتربين، اللي احنا حبينا نضيف له إمكانية أنه يصير مهرجان المغتربين مهرجان دولي. شو بيمنع يكون مثل مثلا مهرجان البستان ولا مهرجان بعلبك، نقي في ليلة ليلتين، نغير شوي، نجيب ناس عازفين عالميين، فرق تياتر، بيس دو تياتر مثلا عالميين، مسرح، تيجي الناس تصور تقصد تحطها على الكالندريال على رزنامة النشاطات السياحية صيفا وشتاء بإذن الله. دكتور بتعرف كمان في بعد سياسي بالمعارك الانتخابية، ما أتيت على سيرته لا من قريب ولا من بعيد، يمكن هو أصدر اللي بحكي بالسياسة. وخصوصي برجع بقول لك يعني أنا ما رح نكذب على بعضنا، نحن 15 شخص شاب وصبية، أكيد في عنا انتماء سياسي، في عنا فكر، في عنا أنت بضيعة في ضيعة أنطون سعادة، يعني إحنا ما رح ننكر مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأيضا في عنا أحزاب أخرى مثل التيار الوطني الحر، مثل حزب الكتائب. ولكن حبينا إنه وطلبنا منهم حتى بتمني بأغلبية الناس منهم إنه يا أخي خلوا هالسياسة، في سياسة جاي دورة بالنيابة خلي السياسة، البلدة بحاجة لإنماء. ومش هيك أنا بدي أقول لك إنه ما حيدناها وما طلبنا مساعدتهم، بس ليكن هني موجودين، ما رح أكذب أقول لك إنه هني معنا بالروح، عم بيحسبونا على الكلمة، على الجملة، على البروغرام، على النقاط اللي بنقدر نحققها أو ما بنقدر نحققها. أنا برأيي رح يكون لهم دور بالقليل بالمحاسبة قبل الدعم، لأنه هني عم بيفكروا معنا. كان في ناس معنا عم تفكر بهالبروغرام اللي أنا برأيي حيوي جديد ما عشنا منه قبل بالقليل لفترة 3 انتخابات لورا. طيب شو اللي بتعتبر أنه أنتوا فايتين عليه ولا يستطيع أحد آخر
أن يقدموا للبلدية؟ بدي أقول أنه نحن إذا بدك نفس جديد، نفس جديد تغييري شبابي، قدرنا نجمع بين الخبرة والعمر وبنفس الوقت الشباب والديناميكية. تقسيم اللجان والأعمال اللجان مش هقول أنكر أنه ما كانت موجودة، ولكن بدنا نفعلها أكثر. بدنا مثل ما بقولوا المثل اللبناني، أعطيه خبزك للخباز، يعني كل واحد منا باختصاصه. التكنيكال بارت رح نخليه للشباب اللي معنا اللي خصهم بالهندسة. وبرجع بقول لك مثلا، رح أرجع أقطع على مثلا منطقة عين السندياني لأنه بدي خصها، بطلب من أبنائها أنه رخصة البناء لما بدها تجي من مهندس من منطقة عين السندياني اللي هي بنفس البلدية، ولكن بس هيك لمراعاة ظروفها أنه يعني ابن عين السندياني بيقدر يعطي ترخيص، ابن عين السندياني هو بيهتم أنه بالوقت أي متى تنشال نفاياته، ابن عين السندياني إذا بحاجة لتظبيط تصوينه نحن رح نكون عاملين غرفة عمليات موجودة بقلب عين السندياني هي التابع هموم عين السندياني، اللي هي نقطة شوي مش بعيدة عن الساحة، ولكن هيك بنكون سينكرونايز. وبدي أنسى كمان مداخل الضيعة اللي دائما بيسألون عنها من تركيب كاميرات وحراسة وتجميلها، إن كان من خلال الزرع أو وضع بعض المونيمنتس الحلوة اللي بتفرجي على حضرتنا، لأنه إحنا بدور شوي أيضا مختصين بفن العمارة، فأكيد مش رح نتأخر ونعمل شيء من هالنوع على هلا. إلى الرئيس الأستاذ صوايا، إلى حضرتك دكتور جورج رحباني، من تضم هذه اللائحة؟ تضم بالطبع رح سميهم بدون حد بالطبع حسب الألقاب، السيد نعيم شفيق صوايا، ألبير إميل غصن، الياس أنطوان خنيسر، سمير شحادي بنخلي، نورة إلي إربان، ريما بشارة الرحباني، سميح رفيق الحلبي، ناجي حنا جرداء، توني جورج نعوم صوايا، جورج نعيم الرحباني، نبيه سعيد البعقليني، خليل جميل أبي خير، ماهر الياس بوزيد، أنور سليمان عبد الأحد، وربيع وجيه أبو سمرة. إذا بدك تسألني عن اختصاصاتهم، معنا مهندسين، معنا أصحاب اختصاص، معنا ناس عندهم خبرة بمجال التجارة، بمجال الصناعة، بمجال التصنيع، وأيضا معنا أشخاص بالإدوكيشن بيعلموا بالتربية، فقدرنا نجمع من مختلف بالسياحة. في عنا أشخاص مثل نورة بتشتغل بدومين السياحة، سميح هو مهندس مدني، الأستاذ ناجي جرداء هو أنتربرنور وعنده معمل نجارة، يعني قدرنا نجمع ناس بيشتغلوا بالسياحة، وأيضا قدرنا نعمل بالانس بين العائلات. هذا الفريق هو فريق قائم من قبل ولا اجتمع فقط؟ صار له فترة بيجتمع، ما رح أكذب، هو اجتمع بمرحلة الأربع أشهر الأخيرة، نحن كنا عم نألفه وكان في طبعا نواة منه، بالطبع نحن صرنا بكل العالم بيصير في اتصالات، بيصير في تقريب لوجهات النظر، وضع البرنامج نحن بنفتخر فيه انه ال 15 شخص وضعوا كل سطر منه، وافقوا على كل سطر منه قبل ما نطبعه وقبل ما يصير للببليك، يعني مع الناس ووافقوا عليه. فمش هيك، انا بس حابب اوجه من هالمنبر جمله لاهل الشويرو عن السندياني يلي ما بيطلعوا حتى بوقت الانتخابات بيعتبروا هذا نهار فرصه، انا راح اطلب منكم نحن قدام فرصه هالمره، يمكن في مرات قبل صارتنا الفرصة، بس هالمرة نحن بحاجة للتغيير، بحاجة لأصواتكم. طلعوا لو سمحتوا نهار الأحد، وطلعوا إذا بدكم ناموا بالضيعة، إذا بتعرفوا نحن بيوتنا مفتوحة، اللي ما عنده بيت بتناموا عنا تنهروا من عجقة السير. أصواتكم بتهمنا لأنه حابين نغير هالمرة، وحابين نعمل برنامج ما يتكل على أشخاص، يتكل على مجموعة. هيدي إذا بدك المساج، مش صعب نكون سوا، نحن قلناها بسلوغان، لأنه سوا أكيد نحن منغير. دكتور جورج الرحباني المرشح على لائحة سوا للشوير وعين السندياني، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله كل التوفيق لك. شكرا. مشاهدي أم تي في، شكرا للمتابعة، ونعود إليكم مع مرشح آخر وبرنامج آخر.